لطيفة رأفت، فنانة مغربية أتزت في 25 نوفمبر 1965 في مدينة القنيطرة، والأصل ديال والديها هو مدينة وزان. عشقت لطيفة رأفت عالم الفن وهي باقي صغيرة. حبها للمجال الفني والغناء خلاها تسجل أول أغنية لها وهي عندها 17 عام فقط، بالضبط في 1982. في 1984 غاد زوج لطيفة رأفت بمحمد حميد العلوي، واللي ساندها وقف معها وشجعها تواصل مسارها الفني. هاد المساندة كانت بمثابة دافع قوي خلى لطيفة تجتهد أكثر. اجتهاد كانت النتيجة ديالو هي أنها في 1985 ربحت لقب أفضل مغنية مغربية بأغنية خويي خويي. من مورها بدات اغاني لطيفة رأفت كتلقى نجاح كبير وشهرة واسعة، بحال اغنية مغيارة وانا في عارك يا يما والدنيا ويهلي عشراني والحمد لله، ولات هي الوجه المشرق للاغنية المغربية، بحيث تعرفت بتشبتها باللهجة المغربية الدارجة وكتغني بها ورفضت الهجرة والشهرة. في 1993 غدوز لطيفة رأفت من اسوأ المراحل في حياتها، بحيث كان هو العام اللي تطلقت فيه وتعرضت للعديد من المشاكل والصدمات بسبب الطلاق، وتأثرت بزاف لدرجة أنه جاها شلل نصفي. هاد المشاكل أثرت على مسارها الفني بشكل كبير، بحيث أنها غادرت الساحة الفنية لمدة 3 سنوات. لكن من بعد ما تجاوزت هذيك المحنة رجعت لجمهورها من خلال سهرة في مدينة وجدة، ومن ثم كملت مسارها ورجعت للفن والغناء. ولات لطيفة رأفت الوجه المشرق للأغنية المغربية، وخصوصا أنها بقت وفية للعرش والشعب، بحيث كان الملك الحسن الثاني معجب بزاف بصوتها وكان كيعتبر أنه صوت مغربي خالص وأصلي، وهذا الشيء رجع لتشبتها باللهجة المغربية الدارجة ورفضها الهجرة خارج المغرب كما ذكرنا من قبل. في 2006 سجلت لطيفة رأفت أغنية مشتركة مع الفنان الجزائري محمد لامين بعنوان توحشتك بزاف. في 2010 غتخدم مرة أخرى مع فنان جزائري، وكان هاد المرة هو سمير التومي في أغنية حابة نشوفك، واللي اخترتها لطيفة رأفت عنوان لألبومها اللي كانوا فيه 5 ديال الأغاني بحال الصدر الحنين وبغينا السلام مع الموسيقر عبد الوهاب التوكالي وأغنية والو من ألحان الفنان نعمان الحلو. ومن بعد غياب ديال عامين رجعت لطيفة رأفت في 2012 مجددا للساحة الفنية بعمل مغربي وكان عبارة على ألبوم العنوان ديالو ياريت. وفي نفس السنة أي في 2012 وفي عيد العرش غتاخد لطيفة رأفت وسام ملكي من عند الملك محمد السادس، حدث كتعتبره لطيفة رأفت من أعظم الأمور اللي وقعت في حياتها. لطيفة رأفت منذ طلاقها في 1993 ما عودتش فكرت في الزواج حتى 2015، وفي برنامج تغريدة غتفاجئ الجميع أنها متزوجة وأكدت ذلك في البرنامج، ولكن ما دخلتش في التفاصيل وقالت أنها كتفضل حياتها الشخصية تبقى بعيدة على الأضواء. لكن الأخبار المتداولة كتقول أنها متزوجة من شخص إفريقي وماشي من المغرب. مزوجة ولا لا دابا؟ ما نقولهاش غتخليكم حيرانين. مزوجة الخاتم، مزوجة لطيفة رأفت الخاتم، الله يخليكم، شدونا على الخاتم عافاك. في يونيو 2019 غتفاجئ مرة أخرى الجميع بخبر آخر، واللي هو الحمل ديالها وأنها حاملة في شهرها الخامس، والكل استغرب من الخبر وخصوصا أنها عمرها 54 سنة. في 12 شتنبر 2019 غيت انتشر خبر أن لطيفة رأفت ولدت بنت، وهذا الشيء اللي أكدته بنفسها في اليوم الموالي عبر حسابها في انستغرام، وقالت أن الولادة ما كانتش سهلة وصعيبة، ولكن بفضل الطاقم الطبي قدرت تجاوز مرحلة الخطر وهي الآن بخير، وقررت تسمي بنتها ألماس.